من القارة العجوز شرقاً إلى الولايات المتحدة غرباً، غيرت هجمات بروكسل لغة الخطاب والتحدي عند المرشحين المحتملين للرئاسة الأمريكية، وعززت نظرية المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي أدلى بالكثير من التصريحات المثيرة للجدل خلال حملته الانتخابية، وزادت من شعبيته بين أنصاره. غير معقول هيلاري على الرغم من الهجوم الفظيع في بروكسل تريدين الإبقاء على الحدود ضعيفة ومفتوحة والسماح للمسلمين بالتدفق إلى أرضنا؟ ورغم الخلاف بين ترامب ومنافسه الأقرب تيد كروز، دخل كروز في سباق التصريحات المعادية والجدلية، وانضم لمعسكر ترامب بتصريحات لم تكن ضمن قاموسه بالأمس. يجب تمكين قواتنا من تمشيط الأحياء المسلمة قبل أن تصبح متطرفة. علينا وقف تدفق اللاجئين من الدول التي يتمتع داعش بتواجد قوي فيها. ولم تنكر المرشحة الديمقراطية المحتملة هيلاري كلينتون الخوف بعد سلسلة هجمات وقعت في الفترة الأخيرة، واكتفت بانتقاد نقص التعاون بين الدول الأوروبية، مطالبة بنظام لتبادل بيانات ركاب الطائرات ومركز مخابرات مشترك لتبادل المعلومات. نحن لا نبني جدرانا أو ندير ظهورنا لحلفائنا. ليس خيارا صحيحا البدء في تعذيب الناس كما اقترح دونالد ترامب وتيد كروز. هذا ليس خطأ فقط، إنه أمر خطير. هذا هو الوقت المناسب لقيادة الولايات المتحدة، وليس في الانغلاق. سوف نهزم الإرهابيين الذين يهددوننا من خلال تشديد إجراءات الأمن في المطارات وتبادل المعلومات الأمنية مع حلفائنا. أما سيد البيت الأبيض فقد أعاد تأكيد قدرة الولايات المتحدة على هزيمة داعش، رافضاً أفكاراً طرحها مرشحو الحزب الجمهوري المحتملين لانتخابات الرئاسة بالتمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة عن طريق مراقبتهم. تصريحات المرشحين للانتخابات قد توصف بالغوغائية ومحاولة للعب على وتر الأمن الداخلي سعياً لكسب الأصوات في معركة رئاسية محتدمة وقودها هجمات متطرفة في باريس وبروكسل وسان برناردينو. جعفر الزعبي، سكاي نيوز عربية، واشنطن.